حنا كنطلب حقي في بنتي اللي ميتة، كنطلب حقي انا ومرتي، حقي كنطلبوه. هذيك هذاك قتلوا بنتي في الظلام بالعاني وداز على حوايجي وداز على. كيفاش وقع بالضبط؟ احكي لنا فين كنتي ومن جيتي. جينا يا خويا، جينا من تيزنيت مع ثلاثة الصباح وبلاصينا الكموين هنايا. أربعة الصباح سلينا شغلنا حنايا، خوينا البهايم ديالنا والطفله ديال بنتي ديال كدا والمراه حدا الحوايج. انا مشيت كنريضها الغنم كما قلت لك، وهو جا وجا ودخل على حوايجي وداز على بنتي وقتلها، وجا لعندي بغى يقتلني وخويت ليه. وسمعت الاوات ديال المراه كتبكي وكتعيط ليا، وسعيت تعالى اللي وقع وجيتها بنتي ميته الله يوليها برحمه الله. ادخل فيها في الطوموبيل، اياه في الطوموبيل تيوطا دبل بو. حنا يا خويا كنجي كل عام كنجيو لهنايا، جينا سدروا هنا والناس محصوطين والتسع كاينه. وحنا جينا في تيزنيت وحطينا البهايم ديالي هنايا كما قلت لك، حطينا البهايم ديالنا والحوايج ديالنا، وعندي بنتي راكده مع الحوايج ومها حداه. ها هو جا في التيوطا ديالو في الطوموبيل ديالو وقت ليا بنتي وداز على حوايجي وجا لعندي. انا بغى يضربني، خويت ليه الطريق. ملي خويت ليه الطريق وفراني وما بغى يقتلني. وليت هاك خويت ليه الطريق وفراني، ونزلو بغيت يهضر معايا. وسمعت الغوات ديال المراه كتغوت ليا، قال لك تعال ها هو اللي وصلك، راه داز على بنيتي ميته. وجيت صافي بنيته ميته، وبقى هي فيا بنتي. ورجعت لعندو قال لها اللي قلت، جابوا الطوموبيل ورجع حتى البلاصه، وقف الطوموبيل ديالو ومشى بحالو. هي ملي وقعت الفجر ومشيت للمخزن، ملي صبح الحال ومشيت للبرقاد وقلت لها اللي كان قال لك هنا جينا مساكين جاو لهنا وشافوا عين مكان وداروا قانون ديالهم ومشينا عندهم لابرقاد. والطفله داتها لابيلانس عدينا به ملي وصلت. نعم تفنتوها ولا مازال؟ مازال اخويا مازال، انا ما شفتها بعد الا تفنوها مازال. هو كنطلبوها جا حتى يوصلني العائله ديالي وخوتي والجمعيه حتى يجيو. اللي قال لنا غنديروا، وبنتي ما صبرنا فيها هنايا، ما صبرت فيها هنايا. انا ومرتي كنطلبوا حق بنيتي، اشكون هو قتلوها بالعاني. دانت الطوموبيلات من بلاصتي اللي كان خويا ولي نردي حقو ندبوش، هابو الطوموبيل يويط السرعه كذا ماس ندبوش، ضربتي هنا ماس ندبوش هيني كيغيبس يزرق يدو قربتني كسربتين وهاد تموت صغويا غاسني عايت صغوص راستي ورياز يعايد ديرارتي صور بطي عايد صور تربت انت صافي ليك تموتي برجعك فنس لكن تو شي شاد على حسب الاقوال ديال الام. راه جات كما العاده جاو، المهم السيد الناس وصلوا هنا في الحصيده خاول الكسيبه ديالهم كما كيديروا الرعاه منهم. انا نيتو جبد كان خويا الماشيه هي الاولى، كان خويا الدبوشه، كيكون شي دري صغير ناعس لينا في الكوشبه ديال الكاميو ولا هذا كنزلو كنبرجو ليه بالارض. مازال ما بنينا الخيام، مازال بالليل على 4 الصباح. المهم حطات البنيه ديالها غطاتها، كيضربوا معنا من الاب مشى هو السارح كيردوا كيريضوا في الغنم، كتجي الغنم جيعانه لما كتجمع الحوايج، كتجمع داك الدبش اللي مزلع، كتجمع السيد جاب الطوموبيل ديالو بالسرعه داز على الحوايج مشى باش يمشي عند الاب، داز على الحوايج بالسرعه. السيده قالت راه داز ما وقع والو في الحوايج، جات طلع الحوايج لقات البنت راه مات، غوتات للراجل ها قال لي راه جي راه البنت ديالنا قتلها السيد. ملي سمع السيد قتل السيد مشات البنت، مات البنت، رجع جاب الطوموبيل حتى البلاصه فين قتل البنت، ريضها سكتها سد الطوموبيل زاد بحالته. هذا الشيء على حسب الاقوال. المهم دابا راه معتقل عند الدرك الملكي، معتقل دروك حاليا راه عند الدرك، ولكن مشى ديك الساعه الله اعلم قدم راسه ولا شنو وقع. المهم دابا راه انا كفاعل جمعوي ديال جمعيه ارحال بيتين جداد، وهذه هي حالتنا كنمارسوها من اب الى الجدود ديالنا من بكري كنمارسوا هذه المهنات. وهكا كنجيو كل عام لاقليم تاولات، اقليم الحسيب، كنجيو
جميع العقلية المغربية. هذه هي حالتنا، هذه هي حرفتنا، هكا كنديروا. كيكون ترحيب عند الناس، المهم وقع علينا مشكل مؤخرا، وليو كنعانيو المشاكل شويه، ولكن كنتمناو من المسؤولين ياخذوا هذا القطاع بعين الاعتبار. حتى حنا بغينا اللي يحمينا، شي قانون اللي يحمينا، وباش ننتقلوا المنطقه لمنطقه. الكسيبه راه ماشي منطقه واحده نقولوا تبقى فيها، راه فين ما صباتش وفين كاين الاكل كتمشي ليه الكسيبه. الا بغينا نوفروا الكسيبه ونوفروا هذه الماده الحيويه للدوله ديالنا، المغرب ديالنا، راه خاصنا نخدموا كيما هكا ويعطيونا واحد القانون اللي كيحمينا. الله يجازيكم بخير. حنا عند هاد الناس اللي وقعت لهم هذا المشكل، اولا حنا كنستنكروا هذا الشيء وما بغيناش يكون، وحنا موالفين كنجيو كما قلنا لهاد المناطق وجميع المناطق اللي فيهم الماكله ديال الماشيه ديالنا، وكنبغيو الناس يتعاملوا معنا ويعرفوا باللي راه جابنا الجفاف وجابتنا الظروف، ما كرهناش حنا نبقاو في بلادنا، والحمد لله المغرب واحد، الحمد لله الظروف فين ما داتنا المغرب ديالنا، الحمد لله الوطن واحد، وما بغيناش يكونوا بحال هاد المشاكل. البلاصه اللي ديال المرعى نرعاو فيها حتى حنا حتى وقت الحصاد غادي نخرجوا بحالتنا للبلايص اللي ما كيتحرتوش، وهذا الشيء اللي بغينا. وكنشكروا السلطات بعدا ديال هاد المنطقات الخريه بعد الخدمه ديالهم وقاموا باسميتو ديالهم، وحنا بغينا الامن حتى حنا فين ما مشينا نلقاو الامن، ما بقاش يوقع بحال هاد المشكل. هاد المشكله وقعت دابا، عطى الله اللي عطى، ولكن بغينا ما بقاش يوقعوا بحال هاد المشاكل، يبقاو عندنا حتى حنا الامن وفين ما مشينا. والحمد لله بزاف الناس راه كنمشيو وكيرحبوا بينا وما كنلقاوش معاهم المشاكل. هذه بغينا ما بقاش يوقعوا بحال هاد المشاكل.